المشاهدين أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. في إطار تغطيتنا للدورة الخامسة للمعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية، يسعدنا أن نرحب في بلاطو القناة بالسيد المولودي بن حمان رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية. أهلا بك سيد بن حمان. أولا سيد بن حمان، تحدثوا لنا عن تنظيمكم لهذه الدورة من المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية. قبل البدء والحديث عن المعرض، أريد أن أعبر باسمي وباسم جميع المقاولات التي تنضوي تحت جامعتنا بامتنان عظيم إجلالة الملك محمد استجفر الله، وذلك بتفضله برعايته السامية لهذه التظاهرة الطيبة التي انتظرناها منذ 7 سنوات. هذا المعرض كما ترون هو عبارة عن لقاءات وعبارة عن تواجد كل فاعلين وكل متدخلين في هذا القطاع، سواء حكوميون أو غير حكوميين، وذلك لتبادل الخبرات والمشاورات في الأمور المهمة تخص هذا القطاع. ويأتي هذا المؤتمر وهذا التظاهرة تأتي في إطار خاص، وارتأينا أن يكون هذا اتجاه لهذا المؤتمر اتجاها إفريقيا قبل كل شيء، نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من اهتمام لدينا، ونظرا كذلك لتواجد كثير من مقاولتنا في افريقيا وهي تنجز مشاريع كبيره وضخمه والحمد لله، وهذا داخل بطبيعه الحال في توجهات سيدنا نصر الله التي ما فتئ يحثنا عليها، وزيارته المتكرره لافريقيا فتحت لنا مجالا عظيما واتاحت لنا فرصا كبيرة جعلتنا نتبوأ مرتبة كبيرة لدى إخوان أفارقة في هذا الميدان. سيد محمد، سؤال يتبادر إلى الذهن، الدورة الرابعة كانت سنة 2010، لماذا انتظار 7 سنوات لتنظيم الدورة الخامسة؟ هذا سؤال أجبت عليه كثير من المرات وكنت أود أن لا أجيب عليه مرة أخرى، ولكن أضطر لأن أقول أن منذ سنة 2012 عرف قطاعنا صعوبات كثيرة ناتجة عن عدة عوامل لا أريد أن أدخل فيها الآن، ونظرا لهذه الصعوبات ونظرا لهذه الأزمات التي مررنا بها كان لابد من تأخير هذا المؤتمر حتى يكون في وقته المناسب ليتلقى نجاحا كما يتلقاه اليوم بحول الله. وكيف تساهمون في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية سواء وطنيا أو يعني في الجانب الإفريقي؟ في داخل وطن الحبيب يجب أن نرى قطاعنا كقطاع مهيكل وكقطاع يمثل قاطرة في التنمية، ونظر إلى 3 أرقام يكفي لاستيعاب هذه المرتبة. أولا، قطاعنا يشغل أكثر من 1 مليون شخص، قطاعنا يمثل 6.3 من الداخل الخام للمغرب، قطاعنا يشغل 60,000 منصب شغل سنويا، وقطاعنا كذلك قطاع هام في نطاق تصدير، لأن اليوم نظرا لقلة الموارد المادية في المغرب مقاولتنا أصبحت يعني في جاهزية كبيرة وتشتمل على عدة موارد طبيعية وآليات وغطر، لا بد من إيجاد موارد أخرى لتشغيلها خارج المغرب، وهذا ما نفعله بالفعل. في هذا الإطار يعني وفي الجانب الإفريقي خصوصا، ما هي الفرص المتاحة للمقاولة المغربية العاملة في هذا القطاع؟ يعني الفرص الممكنة التي يمكن أن يستثمرها المغرب لتطوير هذا القطاع في الدول الإفريقية؟ في الحقيقة هذا سؤال وجيه، لأن الاستثمار في ميداننا بالنسبة للتصدير بالنسبة للخارج هو استثمار موضوعي واستثمار سينتج عليه الخير الكثير لمقاولتنا أولا ولبلادنا ثانيا ولتطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبين الدول الإفريقية كما يريد سيدنا نصر الله. سنتحدث الآن عن العقد البرنامج الذي سوف يجمع مهني قطاع البناء والأشغال العمومية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. تحدثوا لنا عن هذا العقد ومتى يمكن أن يتم التوقيع عليه، وما هي يعني الإيجابيات التي سيأتي بها؟ هذا العقد مر عليه مخاض عسير، وهذا المخاض بدأ سنة 2010 ولازال مستمرا، وكنا نتوقع ونتمنى أن يتم إمضاؤه بمناسبة
الخمسة الدورة الخامسة للمعرض، لكن الظروف شاءت أن يتأخر هذا الإمضاء، وقد جاءنا وعد يعني واثق من السيد رئيس الحكومة ومن السيد رئيس وزير التجهيز والنقل بأن هذا الحدث قد يقع بعد أيام قليلة إن شاء الله. وما هي في نظركم سيد بن حمان كآخر سؤال يعني الآفاق المستقبلية لهذا القطاع؟ الآفاق المستقبلية للقطاع واعدة، واعدة جدا، وقد استكشفنا هذه الأمور أثناء اللقاء الذي أجريناه مع السيد رئيس الحكومة أخيرا في 3 نوفمبر، والذي أبان لنا وأوضح لنا نظرته الجديدة والاستراتيجية الجديدة للحكومة، ونحن واثقون أن هذه النظرة إن هي طبقت على أرض الواقع سيكون لها أثر كبير وتكون إيجابيات كثيرة بالنسبة لهذا القطاع. إن شاء الله. شكرا سيد مولودي بن حمان على تلبية الدعوة، وشكرا على كل هذه التوضيحات وعلى الوقت الذي خصصتموه لقناتنا. شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا. شكرا أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.